بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 25. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى بنا الحديث مع المؤلف رحمه الله في آخر باب شروط الصلاة عند قوله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المأموم يجب عليه متابعة إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إلى آخر الحديث، فلا تجوز مخالفته فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفته فيه، ولا يجوز له أن يسلم قبله إلا في حالة إذا انفرد عن الإمام لعذر، كأن يعرض للمأموم عذر يقتضي منه عدم الاستمرار وراء الإمام، فإنه في هذه الحالة ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويسلم ويذهب لحاجته، بدليل قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله تعالى عنه، فأطال معاذ القراءة، قرأ بالبقرة، وكان هذا الرجل له نواضح، يعني إبل يسني عليها، فخشي إذا استمر في الصلاة مع معاذ أن تذهب الإبل أو نحو من ذلك، يعني خشي ضررا من الاستمرار، فانفرد الرجل وأتم صلاته ولحق بإبله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل وما فعل معاذ، لأنه قيل إن معاذ رضي الله عنه لما بلغه فعل هذا الرجل أغلظ عليه في القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلاة، بل أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله الذي أدى بهذا الرجل إلى هذا التصرف، ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة الانفراد عن الإمام لأجل العذر، ودل على أنه مطلوب من الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ليمكنهم من صلاة الجماعة ومن عمل مصالحهم. نعم، هذا شيخ قد يختلف في تقدير الناس، فربما يقول مأموم الإمام أطلت ولم يطل، هل هناك الكلام على الإطالة الواقعة بالفعل، كإطالة معاذ بقراءة سورة البقرة في الركعتين، هذه هي الإطالة التي فيها الكلام، أما الإطالة اليسيرة فإنها لا تؤثر. كذلك لو انفرد عن الإمام من أجل الإطالة لكن من غير عذر لم يجوز له ذلك،
لكن ليس له عذر لم يجوز له الانفراد وتبطل صلاته. الإطالة بذاتها لا تكفي، الإطالة وحدها. نعم، إطالة عذر للمأموم كصاحب الإبل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف. نعم، إذا تبين بطلان صلاة الإمام لكونه دخل في الصلاة أو على غير وضوء مثلا، أو دخلها بوضوء لكن انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فإنها تكون قد بطلت صلاته، وهذا لا شك فيه. ولكن صلاة من خلفه هي موضع الخلاف، فمن العلماء من يقول إنه يستخلف، إنه يستخلف من يصلي ويكمل الصلاة بالناس، لأن صلاة المأمومين لم يحصل فيها شيء، فيستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة ولو كان هو قد بطلت صلاته أو دخل في الصلاة من غير وضوء ناسي، يستخلف من يكمل بهم صلاتهم أو هم يتمون لأنفسهم، كل يتم لنفسه. ومن العلماء من يقول إنها تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه، لأن المأموم تابع للإمام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتهم. وهذا قول مرجوح، الصحيح الأول إن شاء الله. نعم. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. نعم، هذه قضية قد تقع كثيرا، وهي أن يتأخر الإمام تأخرا يشق على المأمومين، ثم يقوم رجل فيصلي بهم، يبدأ الصلاة بهم، ثم يحضر الإمام في أثناء الصلاة، أو أن يكون الإمام قد أذن لأن يصلوا، أذن لأحد أن يأمهم، ثم جاء هو في أثناء الصلاة، فهل يدخل معهم مأموما أو أنه يدخل معهم إماما؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، يجوز أنه يدخل معهم ويكون مأموما، ويجوز أن يتأخر الذي بدأ الصلاة بهم ويتقدم الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بالناس أبو بكر، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فكلا الأمرين جائز والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الحالة يعود الإمام الأول مأموما، يتحول من كونه إماما إلى كونه مأموما، كما كحال أبي بكر رضي الله عنه، فإنه في بداية الصلاة كان إماما ثم تحول إلى مأموم. نعم، فيما سبق شيخ في الاستخلاف، لو قطع الإمام صلاته واستخلف إماما آخر، هو إذا بطلت صلاته، الكلام على إذا بطلت صلاته الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ نعم. ولا استخلاف كما ذكر هنا؟ نعم. أو أنه يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وهذا هو الراجح كما ذكرنا. وخليفته يبني على صلاة الإمام الأولى. يبني على ما صلاه الإمام ويكمل الصلاة بهم. هذا فيما لو سبقه الحدث، يعني انقطعت طهارته، انقطع وضوءه. أما لو سبق الحدث، يعني أحس أن وضوءه سينتقض، ثم قدم من يصلي بالناس، قدم من يصلي بالناس قبل أن ينتقض وضوءه تحسبا لما سيحصل، فهذا لا شك في صحته. إذا سبق الحدث واستخلف لا شك في صحة ذلك، إنما الكلام إذا سبقه الحدث وانتقض وضوءه فعل، فهذا هو موضع
الخلاف. عمر رضي الله عنه لما طعن في صلاة الفجر تقدم بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأكمل بهم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة لما ذكر فيما سبق شروط الصلاة أراد أن يبين الصفة أي الكيفية التي تشتمل على هذه الشروط وهذه الهيئة للصلاة. فصفة الصلاة هيئتها المشروعة، صفتها هيئتها المشروعة، وهي على قسمين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، هذه صفة كاملة للصلاة. وصفة مجزئة وهي المشتملة على الأركان والواجبات فقط، هذه صفة مجزئة. نعم. قال رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها. يسن القيام للصلاة للمأمومين والإمام عند قول المؤذن قد من إقامتها، أي من قوله قد قامت الصلاة، هذا سنة، ولو قاموا قبل ذلك أو بعده صح ذلك، وإنما هذا من باب التفضيل. والصحيح أنه لا تحديد للقيام إلى الصلاة، لأنه لم يثبت بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قام في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها فلا بأس بذلك، ولعل الأولى أنه إذا رأى الإمام قام، إذا رأى الإمام قام، وإذا لم يره لم يقم ولو أقيمت الصلاة حتى يرى الإمام. نعم. يعني يرى الإمام مقبلا على صلاة على المحراب، حاضرا المسجد. يرى الإمام قد حضر، يرى الإمام قد حضر على هذه الصلاة، يعني قد حضر. أما إذا أقام المؤذن والإمام لم يحضر، يعني لم يدخل في المسجد وهو في طريقه إلى الدخول، فهنا ينتظر حتى يرى الإمام، حتى يصل الإمام. نعم. وتسوية الصف. نعم، هذا من المستحبات للإمام، وهي تسوية الصف يعني تعديله، وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالصفوف ويعدلها ويحث على ذلك وينهى عن المخالفة في الصفوف بالتقدم من بعضهم على بعض أو التأخر، وكان يسويهم في الصفوف كما يسوي القداح عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فيعتني الإمام باستقامة الصفوف واعتدالها، ولا يكبر حتى تعتدل الصفوف خلفه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول: استووا رحمكم الله، استووا، استقيموا، ونحو من هذه الكلمات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يا شيخ الموضع يحتاج شيئا كثيرا من توجيه المستمعين إلى ذلك، لأن هناك أئمة لا يعتنون به، هناك أئمة يحرجون أن يدعو الناس إليه، وهناك مأمومون لا يحتمل من الإمام ثواني معدودة أن يستدير بوجهه للمأمومين يأمرهم بذلك، وهناك مأمومون أحيانا يسحبهم الإنسان إليه لتسوية الصف أو يدعوهم برغم ما نراه من جودة الفروش وإيضاح الخطوط. كل هذه مخالفات لا تجوز، فلا يجوز للإمام أن يقصر في ملاحظة الصفوف ويترك الناس ولا يعلمهم حكم أحكام الصفوف، ولا يجوز للمأمومين أن يخالفوا ولا يمتثلوا، أو يحرجوا إذا قال لهم الإمام سووا صفوفكم اعتدلوا،
تراصوا أو أنه ذهب وسوى الصفوف بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهي مسألة مهمة، لا الإمام يقصر ولا المأموم يتبرم من هذا الشيء. نعم. فإن حصل كان من على اليمين أو اليسار فراغ، فعلى الواقف بينهما أن يذهب ذات اليمين أو ذات اليسار. يعني كان من بجانبي المصلي كلاهما لا يريد مثلا أن يدنو للتقارب والتراص. هذا خلاف السنة، يجب عليها أن يدنو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلل في الصفوف وأمر بالتراص فيها، بأن يلزق بعضهم جسمه إلى جسم الآخر فلا يبقى فرج، لأن هذه الفرج يتخلل منها الشيطان فيشوش على المصلين. فإذا التحمت الصفوف ولم يبقى بينها فرج فهذا مما يطرد الشيطان عنه. نعم. هل صحيح أن مثل هذه الأعمال الجماعية تحتاج تواد وتراحم من الجماعة المؤدين لها، فبقدر ما بين المسلمين من اختلاف يتبرم بعضهم من بعض ولو كانوا إخوة متوادين لدنا بعضهم من بعض؟ نعم، هو تسوية الصفوف من فوائدها الالتحام بين المسلمين وذهاب الاختلاف بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالاختلاف في الصفوف سبب للاختلاف في القلوب، وسبب الاختلاف الكلمة والنفرة، والتلاحم في الصفوف والتقارب فيها سبب لذهاب النفرة بين الناس، وسبب للمودة بينهم وزوال ما بينهم من الجفوة. وهذا من فوائد صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة، منها زوال الجفوة بين المسلمين وتعارفهم فيما بينهم، تفقد بعضهم لأحوال بعض، تفقد المتخلفين ومناصحتهم، ففيها فوائد عظيمة، فيها تعاون على البر والتقوى. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. نعم، بعدما يسوي الإمام الصفوف ويتأكد من اعتدالها فإنه يدخل في الصلاة ويفتتحها بالتكبير، فيقول الإمام والمأموم الله أكبر، لكن تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ولأنه إذا كبر قبل الإمام دخل في الصلاة قبله فلا تنعقد صلاته، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه. وإن وافقه في التكبير خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر. فيكبر الإمام هذه التكبيرة يفتتح بها الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام، وهي ذكر عظيم. الله أكبر أي أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، وأجل، أعظم وأجل من كل شيء، وأقدر من كل شيء. رافعا يديه، وهذه التكبيرة كما أشرنا تسمى تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا دخل فيها حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير من الالتفات والأكل والشرب والكلام. فإذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه هذه الأشياء، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن المحرم إذا نوى الدخول، المحرم بالنسك حج أو عمرة، إذا نوى الدخول في النسك حرمت عليه أشياء، فلذلك سمي فعله هذا إحراما. وهذه تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي تحرم ما لا يجوز في الصلاة من أقوال وأفعال. فإن افتتحها بذكر غير التكبير، كان قال الله أعظم أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله
لم تنعقد صلاته، لأنه يتعين أن يفتتحها بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها به، وهو التكبير، تكبيرة الإحرام، فلا يجزي بقية الأذكار عن هذه الكلمة العظيمة. رافعا يديه يعني مع التكبير، يرفع يديه الإمام والمأموم يرفعون أيديهم مع تكبيرة الإحرام، مضمومتي الأصابع يعني ينضم بعض الأصابع إلى بعض ولا يكون بينها خلل أو اختلاف وتكون متساوية، ممدودة أي الأصابع حذو منكبيه، ممدودة نحو العلو، حذو أي محاذاة منكبيه، وقيل إلى فروع أذنيه، وكلا الصفتين وردت بهما الأدلة. والحكمة في رفع اليدين في هذا الموضع الله أعلم تعظيم الرب سبحانه وتعالى واستحضار عظمته عز وجل والاستسلام بين يديه سبحانه وتعالى. وقيل من الحكمة أيضا الإشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا سنة، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام على هذه الصفة سنة، فلو لم يرفع يديه صلاته صحيحة لكن يكون تاركا لسنة. نعم، بعض الأئمة فضيلة الشيخ ربما ينطق الأولى تكبيرة الإحرام تامة لكنه في أثناء صلاته في أثنائها يقول الله الله سمع الله، هذا يخل بالصيغة أو له ذلك يسمعهم جزءا منها؟ لا، هو إن كان لم ينطق ببقيتها لم تصح، أما لو كان نطق به لكن خفف رفع الصوت فهذا لا يؤثر في الصلاة، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يسمعهم التكبيرة كلها ولا يسمعهم بعضها ويخفي عنهم البعض الآخر. نعم، قال ويسمع الإمام كالسجود، قال يرفع يديه مضمومة إلى صابع كالسجود، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، أي كما يضع يديه في السجود حذو منكبيه على هذه الصفة على الأرض، يضع يديه يعني يضع بطون أصابعه وراحته على الأرض وتكون أصابعه مضمومة وتكون حذو منكبيه في السجود، وهذا سيأتي إن شاء الله له تكملة عند الذكر السجود على الأعضاء السبعة. نعم، قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. نعم، على الإمام أن يسمع من خلفه، يسمعه التكبير حتى يدخل معه في الصلاة، لأنهم إذا لم يسمعوا التكبير فقد يتأخرون عنه وقد يسبقونه بالتكبير وهم لا يعلمون، فيسمعهم من أجل متابعته، فإن كانوا يسمعون الصوت المجرد كفى هذا، وإن كانوا لا يسمعون الصوت المجرد إلا بمكبر الصوت فإنه يستعمل مكبر الصوت الذي من الله به في هذا الزمان، وإذا لم يكن هناك مكبر صوت والمأمومون لا يسمعون التكبير لكثرتهم فإنه يتخذ مبلغا يجهر بالتكبير بعد تكبير الإمام حتى يهتدوا بسماع صوته إلى متابعة الإمام. كقراءته يعني يسمعهم أيضا القراءة، قراءة القرآن الفاتحة وما بعدها في أولتي أي في الركعتين الأوليين غير الظهرين أي غير العصر والظهر، سمي العصر ظهرا من باب التغليب، ففي الظهر والعصر يسر بالقراءة، يسر الإمام بالقراءة، وأما في المغرب والعشاء والفجر
وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة وصلاة التراويح فإنه يسمعهم القراءة، فإن الإمام يسمعهم القراءة. أما غير الإمام فإنه يجهر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه، يعني من يصلي خلف الإمام يجهر بالتكبير ويجهر أيضا بالقراءة بحيث يسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته، لأنها لا تسمى قراءة إلا ما سمع، فيسمع نفسه قراءته. هذا هو المشروع في حق. ولا يرفع المأموم صوته بالقراءة خلف الإمام، لأن ذلك يشوش على الإمام ويشوش أيضا على المأمومين، فالمأموم لا يرفع صوته رفعا يشوش به على من حوله، وإنما يسمع يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه فقط. وبالمناسبة حيث ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام في الصلاة الجهرية يرفع صوته حتى يسمع المأمومين، هذا يدل على أن المطلوب إسماع من يصلي خلفه، وليس من المشروعية في شيء ما يفعله بعض الأئمة أو كثير من الأئمة الآن من رفع أصوات مكبرات الصوت بالقراءة خارج المسجد حتى يشوشوا على من حولهم من المساجد ومن حولهم من البيوت التي يصلي فيها أهل الأعذار، فإنهم يشوشون على غيرهم بذلك. ولأن رفع الصوت بهذه الطريقة لا يترتب عليه مصلحة شرعية بل يترتب عليه مضرة وتشويش على الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما رآهم يصلون أوزاعا في صلاة الليل ويجهر إمامهم بالقراءة، قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. فإذا ترتب على الجهر الزايد عن الحاجة مضار على من حول المسجد أو المساجد الأخرى فإن هذا يصل إلى التحريم، هذا يصل إلى حد التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وأيضا لأن هذا الرفع لا داعي له ويشوش العبادة أيضا ويؤذي الناس، وقد يكره يتسبب في أن بعض الناس يكرهون سماع القرآن، يسبب هذا أن بعض الناس يكرهون سماع القرآن لأنهم يتأذون بهذا الصوت من شدة رفعه، فيكون هو المتسبب في هذا، ولما يدخله من الرياء أيضا، لأن بعض الأئمة يجهر بالصوت ويرفعه خارج المسجد ليسمعه الناس ويثنون على قراءته، فإذا وصل إلى هذا الحد فإن هذا يكون من الرياء والسمعة. الحاصل أن هذا ترتب عليه محاذير، والمشروع أن يسمع من خلفه ممن هم داخل المسجد سواء بالصوت المجرد أو أو بمكبر الصوت. نعم، أحسن الله إليكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر وقت الحلقة في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه تحية من زميلنا بهندسة الصوت بخيت الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.